بالمناسبة ما رأيك في الفكرة المطروحة بالكارت الأزرق وإيقاف اللاعبين لمدة عشر دقائق هذا المقترح اللي جاي من لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي رأيك في إيه؟ هل مع فكرة أن يبقى في كارت أزرق في المباراة مع الكارت الأصفر والكارت الأحمر؟ <شكك> كانت مجرد اقتراح <ophone> <صوت> انه إن امر لن يحصل لن لن <Goddess> لن يحصل ابدا على ارض الواقع Et سيبقى دائما با <سؤال> هناك الكرت الاصفر والكرت الاحمر فقط